كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. اليوم الأجواء الحلوة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب الفلسطيني بألف خير، كل عام والأمة الفلسطينية بألف خير وصحة وسلامة. تحياتنا لأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، كل الاحترام لكم طبعا، وأهلنا في قطاع غزة طبعا كل المحبة لهم. اليوم برنامجنا برعاية طبعا محلات أيمن أبو الشوارب للتجارة العامة في مدينة الكرم. يعني كل عام هم بخير وصحة وسلامة، زي ما انتم شايفين البضائع المميزة طبعا لست البيت. تقدر تيجي تزورينا في محلات أيمن أبو الشوارب في مدينة الكرم، نزلت المسجد الجديد. يعني حبينا اليوم نعيد على الشباب هون، نحكي لهم كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أول شيء يسعد أوقاتك، كل عام يسعد مساك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. يعني اليوم نزلت تسوق؟ أكيد أجواء عيد واحتياجات البيت. جايين عند أبو الشوارب، أفضل محل، أفضل محل قاطبة. أسعار رائعة جدا ومعامل جميلة جدا ما شاء الله، مش بوجهه يعني صدفة. طيب جهزت للعيد؟ جاي تشتري اليوم عند أبو الشوارب؟ في دار قلنا كريمات. طيب كل عام وانتم بخير. وانت بسألك سؤال صغير حلو، ما هي التي تأكل ولا تشبع؟ النار. اكيد النار توكل صح. طيب مبروك، يعني كل عام وانتم بخير. انت بخير. يعني اكيد راح يسلمونا الشباب هون الهديه لك هسه ان شاء الله، بعطوك اياها. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه، يعني تحياتنا لكم. كمان منا كل الاحترام. كل الاحترام، شكرا لكم. يعني ابو الشوارب اسم كبير في مدينه الكرم، تحياتنا لك. شكرا عمي، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير. خير، وكل الاحترام لمحلات اخونا ابو الشوارب ولتلفزيون السلام، المنارة الرائعة في كل فلسطين. شكرا، شكرا لك، كل عام وانتم بخير. شكرا لكم. يعني محلات أيمن أبو الشوارب للتجارة العامة في مدينة الكرم، يعني زي ما انتم شايفين يعني أضخم صالة في فلسطين. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وسلام وصحة السلامة. شو جاي تسوي اليوم عند أبو الشوارب؟ والله جايين نشتري شوية أغراض هيك للبيت ناقصيننا. طيب تبضعتوا للعيد؟ جهزتوا للعيد؟ إن شاء الله الحمد لله. شيء اليوم شو تتسوق؟ والله هيك عطورات، كريمات، شامبوهات، يعني للبيت، للوازم البيت ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. سؤال صغير، ما هو الشيء الذي يوجد في وسط باريس؟ باريس حرف الراء. عيني عليك. حرف الراء. عيني عليك. حرف الراء. الله يسعدك. عرفتها؟ ما شاء الله سريعه. الله يسعدك الحمد لله. كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. يلا استلمي الهديه تفضلي. عليكم بالصحه والسلامه. كل احترام لكم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني محلات أيمن أبو الشوارب اسم كبير عريق في مدينة الكرم، طبعا تقدر تيجي تزوروه في نزلة المسجد الجديد. يعني سهل المحلات، يعني كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. تعالي عمي، كل عام وانتم بخير. وانت بخير. عارفين عن نفسك؟ بلا أمون جيوس. من الكرم. أهلا وسهلا فيك. شو اليوم طلع على السوق تعملي؟ مش أول عيد. اشتريت أواعي؟ جاهزة أمورك يعني؟ شو بتحبي تحكي لبابا وماما في هاي الأيام؟ كل عام وهم بألف خير. طيب وانت بألف خير وصحة وسلامة. ما هو الشيء الذي له أربع أرجل ولا يستطيع المشي؟ له أربع أجرين وبيمشيش. يلا سهل سهل. طاولة؟ لا الثاني اللي جنب الطاولة. كرسي؟ طيب كل عام وانتم بخير. هلا بنعطيك الهدية إن شاء الله من الشباب جوا. تفضل جوا سلم الهدية. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير. كمان مرة بنحكي الأجواء الحلوة في أيام عيد الأضحى المبارك. تعالي عمي يلا تعالي هون، تعالي ندردش معك. كل عام وانتم بخير. انت بخير. من أي منطقة؟ كفر قرع. كفر قرع في الداخل الفلسطيني. يعني أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في طول كرم. شكرا. شو جاي تسوي عنا؟ ما اشتغلت نفسي. اشتريتي؟ نعم. شو بتحبي تحكي لأهلك؟ شكرا على كل شيء، انكم دعمتوني ويعني انه ساعدتوني بكل شيء. الله يخلي لك اياه. كل عام وانتم بخير. سؤال صغير سهل عشان اعطيك من عند ايمن ابو الشوارب هديه مباشره. اين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء؟ خريطه. يا عيني عليك. شو ها شاطره. يلا تفضل استلمي هديتك من عند الشباب هنا. طيب كل عام وانتم بخير كمان مره. كيف حالك؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ الحمد لله. الله يرضى عليك. تعرفين عن نفسك؟ لطيف الشلبي. من؟
مخيم نور شمس. يا ميت اهلا وسهلا، شو اخبار اهل المخيم؟ مناح سلم عليك. الله يسلمهم يا رب. يخليك. شو طلع على السوق اليوم تتبطعي؟ اه والله. بتعرفي محلات ايمن ابو الشوارب؟ اه طبعا ناخذ منها، احنا عندنا بالاغاثه الطبيه بنشتري، ناخذ من عندنا الطلبيه كلها. عنده بالشوارب. كل الاحترام. شو حاب توجه رسالة اليوم بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك؟ كل الناس كل عام وهم بخير، وما يشتروش زيادة، ياخذوا كفايتهم كل واحد كفايته، ومش بعد العيد طبعا السوق مفتوح، ما فيش داعي انه كل شيء ينشرب هذا اليوم. نعم. فكل عام والجميع بخير، وما يعني ما ندور على المحلات الكبيرة الغالي، خاصة اللي معها أربعة خمسة تلف لأولادها، يعني بكفي إنه واحدة تحمل أولادها وتلف فيهم بالسوق بهالحم. مش عارفه يعني صار عندها اربع خمس اولاد، مش عارفه قديش نمرهم، ما بصير يعني قاعد اللي بتدور على مي واللي بتدور على الولد ضاع، يعني خلي هالاولاد في البيوت خاصه الاطفال اللي بالعربي. جزء الاطفال بيحبوا يطلعوا عشان ليالي العيد ويطلعوا غير العيد، بتطلعهم خليهم ينبسطوا بريت العيد لحالهم بكون، بس في العيد ماخذات الاولاد طلع الشمس والحم. والاسعار طبعا في بعض المحلات تستغل فتره العيد، فيا ريت يعني خلينا نتذكر ربنا ايام فضيله وايام كل سنة والكل وانت سالمة. كل سنة وانت سالمة. سؤال صغير بدي اعطيك سؤال صغير، ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له ارجل؟ ساعة. عين عليك، تفضل تفضل سلمي هديتك. طيب كل عام وانتم بخير كمان مرة وصحة وسلامة. خلينا نشوف عند محلات أيمن أبو الشوارب، تفضلوا يا جماعة جوا، تعالوا زوروا أيمن أبو الشوارب، يعني شوفوا البضائع، تعالوا أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. يعني كل عام وانتم بخير كمان مرة وصحة وسلامة. يعني نقول إنه اليوم الأجواء الحلوة في حلول طبعا عيد الأضحى المبارك، نحكي هون كل عام وانتم بخير. يلا كل عام وانتم بألف خير. أي منطقة حضرتك؟ بير السكة. يا ميت اهلا وسهلا، بتشرفونا انتم اهلنا يعني. اهلا وسهلا فيك. شو جايين تتسوقوا اليوم فطور كرم؟ طبعا جاهزه اموركم ولا لسه تتسوقوا؟ لسه. احنا اليوم في محلات ايمن ابو الشوارب، طبعا محل كبير في مدينه طول كرم ما شاء الله عنه، يعني البضائع المميزه. بدنا نسالك سؤال صغير ونعطيك هديه مباشره، ما هو الشيء الذي قلبه ياكل كشره؟ الذي قلبه ياكل كشره، قلبه ياكل سهل سهل. لما تقطع الكهرباء شو بنعمل احنا؟ شو بنشغل؟ الشمعة. بتولع بعدين بتطفي صح؟ اه. يلا كل عام وانتم بخير، تفضل استلم هديتك. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، يعني الأجواء الحلوة في داخل محلات أيمن أبو الشوارب، تحياتنا لهم كل عام هم بخير وصحة وسلامة، زي ما انتم شايفين البضائع المميزة طبعا الأسعار الرائعة، يعني تعالوا استفيدوا، ست البيت تيجي تتفضل عند أيمن أبو الشوارب في مدينة طول كرم طبعا، يعني وتشوف البضائع المميزة إن شاء الله. خلينا نطلع برا كمان شوي هيك نشوف الناس، الأجواء الحلوة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب الفلسطيني بألف خير، كل عام وأحمد حبيبي بخير. لا أنت بألف خير وجميع المشاهدين وجميع أهل البلد إن شاء الله. أحمد نحكي شوية على البضائع إن شاء الله، أكيد نزلتوا إشي للعيد. طبعا إحنا موجود عنا يعني شغلات موجودة دايما، حتى يعني عيد أو غير عيد، شو محتاج المنزل، مواد تنظيف، ورقيات، مواد تجميل، مستلزمات بيتية، يعني كله موجود إن شاء الله وبجودة عالية وبأسعار مناسبة إن شاء الله. طيب إيش بنحب نوجه رسالة لأهلنا في الداخل أو حتى في مدينة طول كرم؟ شو حابب؟ إنه إن شاء الله يعني هاي أيام عيد إن شاء الله أنها بتمر بخير وسعادة على الجميع، يعني بدنا نشوفهم جميعا بالسوق ونشوف الأطفال، نشوف بسمة الصغار ونطلع من جو الاكتئاب وجو انه في شيء عيد وفي شيء اجواء، وان شاء الله نعيش كلنا فرحه العيد. امين يا الله. شكرا شكرا احمد، شكرا لك، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. يعني شيء زي ما انتم شايفين كيف الاجواء الحلوه بمناسبه قرب عيد الاضحى المبارك، محلات ايمن ابو الشوارب للتجاره العامه معروف جدا، نزلت المسجد الجديد، تقدروا تيجي تزوروه، تشوفوا البضائع المميزه، البضائع الرائعه طبعا في مدينه طول كرم. يعني انا دائما هون يعني بحب اشوف الحجاج. كيفك يا عمي؟ أهلين أهلين. تعالي يا حجي، تعالوا تعالوا تعالوا، تعالي تعالي يا حجي نعيد عليكم، نحكي لكم كل عام وانتم بخير يا عمي. وانت بخير يا عمي. أهلين. كيفك يا حجي؟ الله يرضى عليك. طول بعمرك. الله يرضى عليك. عام وانتم بخير. انتم بخير خالت، الله يرضى عليك. عبونا عن نفسك. اسمك يا عمي؟ نمر الأشقر. من باكة الشرقية. باكة الشرقية. مريم محمود الأشقر من باكة الشرقية. تشرفتونا، أهلا وسهلا فيكم، شو جايين اليوم على السوق؟ نسوق هيك نجيب أواعي للعيد وللأولاد الله يرضى عليهم. لحمه تقولهم هذا احنا رايحين هسه نجينا. طيب اهلا وسهلا فيكم،
احنا بدناش نسالكم سؤال، تفضلوا استلموا هديه معنا، تفضلوا تعالوا، اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. يعني عند ايمن ابو الشوارب اليوم حاب يطلع هدايا بمناسبه قرب حلول عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بخير. احمد حبيبي لو سمحت سلمونا هديه لهالحج النواره. طبعا تفضل، اهلا وسهلا فيكم من محلات ايمن ابو الشوارب، كل عام وانتم بخير. خير يا عمي، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، الله ييسر امركم، كل عام وانتم بخير كمان مره وصحه وسلامه. يعني خلينا نختم معك، تعال تعال تعال، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. شو كيف شايف الاجواء في طول كرم؟ الاجواء في طول كرم يعني صعب شوي يعني. طيب ايش بتحب توجه رساله للتجار بشكل عام، وخاصة احنا مقبلين على عيد الاضحى مبارك؟ انهم يخافوا الله بالناس ويتقوا ربنا، يعني لانه هم برضو بدهم بحاجه، نفس التجار بحاجه للمشترى، ورايحين يعني ياخذوا نفس الفيلم اللي بدهم ينطوا للناس. طيب سؤال صغير، وعشان اعطيك هديه من عند ابو الشوارع، من هو الذي يغسل وجهه ولا يمشط شعره؟ طيب نعطيك خيارات، الأسد، البقرة، القطة. القطة خلاص، يعني أكيد القطة، يعني بنمسك هالبس الصغيرة نلعب فيها، يعني هي بتشوف بتمسح وجهها بس بتمشط شعرها. صحيح، كل عام وانتم بخير. انت بخير. طيب تقدر تستلم هديتك من هون، احنا نحكي طبعا ابو الشوارب في مدينه طول كرم نزلت المسجد الجديد، تقدر تيجي تزورونا تشوف البضائع المميزه، يعني محلاتنا كبيره ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وتحت بضاعتنا طبعا تحت سقف واحد زي ما احنا شايفين. محلات ايمن ابو الشوارب في مدينه طول كرم نزلت المسجد الجديد في مدينه طول كرم، كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب الفلسطيني بالف خير، يعني نتمنى ان شاء الله ايام سعاده، ايام حلوه، تعالوا زورونا في مدينه طول كرم، نزلت المسجد الجديد، وكل عام وانتم بخير، وابو الشوارب بالف خير.